بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الصيدة حضرنا برنامج ثري بغرض زيادة التوعية والتحسيس خاصة في أوساط الشباب من خلال العديد من النشاطات التي تنطلق اليوم وستدوم لعدة أيام. أن يوم تحسيسي في ساحة الثورة، أين سنقوم بتوزيع مطويات تحسيسية بالإضافة إلى إتاحة القيام بالكشف على مستوى فضاء الصحة المجتمعية الخاص بالجمعية، كما يتواجد الآن أعضاء من جمعية تأنيس وذلك لتمثيل الجمعية في اللقاء الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الصيدة المقام بالجزائر العاصمة في فندق سوفيتال. كما أن من نشاطات اليوم ونشاطات الأيام القادمة ستكون هناك عدة مداخلات في عدة مؤسسات مثل الجامعات، إقامات جامعية، مراكز تكوين وأيضا مدارس خاصة، وذلك عن طريق القيام بحصص تحسيسية من طرف أطباء مختصين وأعضاء تابعين للجمعية. كشف عن فيروس السيدة، الكشف متوفر بصفة إرادية مجانية وسرية. الكشف يمكن من معرفة النتيجة. في حالة ما إذا كانت سلبية الإنسان يكمل يحافظ على نفسه من العدوى. في حالة ما إذا كانت إيجابية نوجهه إلى العلاج. العلاج متوفر. العلاج المبكر يمكن من أنه الإنسان ما يوصلش إلى مرحلة المعقدة اللي هي مرحلة السيدة، وبهذا يكون المرض مزمن.